دلوقتي مشاهدينا خلونا نتابع أهم الأخبار والأحداث اللي هتحصل النهاردة بمشيئة المولى عز وجل في سياق هذا التقرير. بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة، فهيبدأ طلاب الثانوية العامة المتظلمين على نتيجة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2022-2023 للاطلاع على كراسات الإجابة وكتابة ملاحظاتهم، حيث يتم تسليم الطالب نموذج إجابة لكل مادة للاطلاع عليه وإعادته إلى اللجنة بعد الاطلاع كما تسلمه. النهاردة هينظم مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف احتفال لتكريم الفائزين في مسابقة ثقافة بلادي اللي أعلن عنها المجمع في وقت سابق، وشارك فيه الطلاب من المصريين والوافدين من الدارسين بالأزهر. ومرت المسابقة بعدة مراحل وبمشاركة خبراء من الداخل والخارج وبالتعاون مع الهيئة العامة لتنشيط السياحة ووزارة الثقافة وجميع قطاعات الأزهر الشريف. النهاردة يواصل ملتقى شبهات وردود بالجامع الأزهر الشريف فعالياته الأسبوعية تحت عنوان أدب الحوار في الإسلام. الملتقى بيعد من الأنشطة المهمة اللي بيحرص الرواق الأزهري على انعقادها، وبيتم اختيار عناوين الملتقيات وفقاً لمستجدات الظروف الراهنة والشبهات الدائرة حول ثوابت الشرع الحنيف وما يواجهه الوطن والأمة الإسلامية والعربية من متغيرات. النهاردة هتواجه البطلة المصرية ميار شريف المصنفة رقم 31 عالمياً نظيرتها التشيكية ماركيتا فورندروسوفا المصنفة العاشرة عالمياً وبطلة ويمبلدون للتنس بالدور الأول 64 ببطولة مونتريال الكندية للتنس فئة 1000 نقطة.